الدرس الثامن عشر دي شباكو الحوار دويخوا كيف تتصلين بأهلك؟你怎么联系你的家人？ماذا تفعل الآن يا أحمد؟ 你现在做什么，أحمد？أراسل صديقتي على الإنترنت. إنترنت 来自英语，是因特网或互联网的意思。我给我的朋友用互联网发信息。هل تكتب رسائل على الإنترنت دائما؟ 你经常用互联网发信息吗？نعم. 是的。أحب أن أتحدث مع أصدقائي في غرفة دراستي مرة كل أسبوع. 我喜欢每周一次在聊天室和朋友们聊天。这里的 مرة كل أسبوع表示每周一次 ，marta kulin 的结构表达频率的概念。我每天打扫 ，unazif lo orfata marta kulim yomi。我每天打扫一次房间。أذهب إلى قاعة المطالعة مرتين كل أسبوع لقراءة صحف والمجلات. 我每周去阅览室读报纸、杂志两次。تعقد الألعاب الأولمبية مرة كل 4 سنوات. 奥林匹克运动会每4年召开一次。وكذلك أقرأ عليها بعض الأخبار كل يوم. 同样，我每天也在里边读一些消息。جميل 很好。إذن 那么 هل تعرف شيئا عن بلد الصين؟ 你了解中国的一些事情吗 ？لا أعرف عنها كثيرا. 我不太了解它。ولكن قرأت شيئا عن تاريخها وأحوالها الحاضرة.على الإنترنت. 但是我在互联网上读了一些它的历史和现状的事情。إنها بلد عظيم عريق. 它却是伟大的、悠久的国家。وأنتي يا سالي. 你呢，萨里？كيف تتصلين بأهلك وأصدقائك؟ 你如何联系你的家人和朋友们呢？أكتب رسائل إليهم أحياناً وأحياناً أخرى أكلمهم بالتليفون. 有时我给他们写信，有时我给他们打电话。这里的 أحياناً وأحياناً أخرى 表示有时，有时。أحياناً يزورني وأحياناً أخرى أزوره. 有时他来看我，有时我去看他。أخذ الدرس
في الصباح أحيانا وأحيانا أخرى أخذه بعد الظهر. 我有时上午上课，有时下午上课。أحيانا أدرس في حجرة الدرس مساء وأحيانا أخرى أطالع الكتب في قاعة المطالعة. 有时晚上我在教室里上课，有时我去阅览室看书。على فكرة، 顺便问一下 ，لماذا جئت إلى القاهرة؟ 你为什么去开罗呢 ？ذلك لأنني أريد أن أكمل كتابة رسالتي لدكتوراه في جامعة القاهرة。ذلك لأنني أريد أن أكمل كتابة رسالتي لدكتوراه في جامعة القاهرة. 这是因为我想在开罗大学完成博士学位论文的撰写。وقد جمعت معلومات وافرت حولها عن طريق الإنترنت. 我却已通过互联网收集了大量的相关信息。يمكنك أن تطالعي بعض المراجع في مكتبة الجامعة. 你可以在大学图书馆阅读一些参考资料。هل يمكنني أن أستعير منها الكتب؟ 我可以借阅里面的书籍吗 ？لا يمكن， 不可以。تطالعين في قاعة المطالعة فقط. 你仅仅可以在阅览室阅读。يسرني أن أساعدك في ذلك. 我很高兴在这方面帮助你。ألف شكر، 万分感谢。في جامعة القاهرة، 在开罗大学里。السلام عليكم، 你好。وعليكم السلام، 你好。من فضلك، 劳驾。أين قسم اللغة العربية بكلية الآداب؟ 文学学院的阿拉伯语系在哪里？塔拉麦，跟我来。أنا ذاهب إليه， 我要去那。ذاهب 是主动名词。شكراً， 谢谢。الأخ من اليابان， 兄弟来自日本吗 ？لا أنا صيني， 不，我是中国人。مرحبا بك， 欢迎你。وما اسم حضرتك， 您的名字是什么 ？اسمي فريد， 我叫法里德。وما اسمك الكريم， 您尊姓大名。اسمي حازم， ماذا تتعلم في الجامعة？ 你在大学里学习什么 ？أتعلم اللغة العربية وأدبها وأنت؟ 我学习阿拉伯语和文学，你呢 ？أنا طالب في قسم التاريخ بكلية الآداب في هذه الجامعة. 我是这所大学的文学院的历史系的学生。أدرس التاريخ الإسلامي，
我学习伊斯兰史。أنا مسرور بمعرفتك，我很高兴认识你。وأنا سعيد بلقائك，我很荣幸见到你。أين كنت تدرس？你曾经在哪里学习？كنت أدرس في جامعة بكين。我曾经在北京大学学习。أعرف تلك الجامعة العظيمة على الإنترنت。我在互联网上了解到那是很棒的大学。إنها جامعة مشهورة في الصين，它在中国是著名的大学。صحيح，对，فيها كليات كثيرة，里面有很多的院系，مثل كلية اللغات الأجنبية وكلية اللغة الصينية وكلية التاريخ والكلية السياسات الدولية وإلى آخره،如外语系、中文系、历史系、国际政治系等等。وكيف جامعة القاهرة؟ 开罗大学怎么样？إنها جامعة شاملة مثل جامعة بكين。它是像北京大学一样的综合大学。فيها أكثر من 10 كليات。它有十几个系。في جامعتنا أكثر من 10 كليات。我们的大学里有十几个系。这里的 أكثر من 是比较级用法，表示多于、超过。قد زرته أكثر من مرة，我不止一次去看望它。يشمل العالم العربي أكثر من 20 دولة。阿拉伯世界包含有20多个国家。يمكنك أن تعرفها مع دراستك فيها。你可以随着在里边的学习了解它。ها قد وصلنا بناء كلية الآداب。تفضل。我们已经到了文学院的大楼。这里的"哈"是提醒虚词，用在句首表示啊、瞧、看。哈，جاء الأستاذ كمال，瞧，凯马勒老师来了。哈呼啊，就是他啊，他来了。哈凯子啊，就是。这么回事儿，他发多了，请。Shukran，谢谢。Fortun Saidatun，幸会。Fortun Saidatun，幸会。Inshallah，如果真主意欲，但愿。Ashufka Maratan Sanyatan Fil Kulliyatin，我在戏里再一次。看到你，马萨拉姆，再见，马萨拉姆，再见。